اعتباري مهتم فيكي فبظن بخصني. شو هالحكي عثمان؟ بعدين أنا ماني مضطرة أوضح لك شي. بالله مثل ما سمعت، مو من حقك تتدخل بحياتي لمجرد أنك رفيقي. يمكن أنت ما بتعرفي قديش هو إنسان حقير وواطي أبداً، ولا ما لك خبر بهالشي؟ وما دام هو عم يحاول يطبعك باللف والدوران، من حقي نبهك باعتبارك رفيقتي.